بيقولوا انه الاعمار يلي بتتاثر بالامراض المنتشره والفيروسات هي اكثر من غيرها عند كبار السن والاطفال بسبب قله المناعه. شو هي الطرق الافضل لحتى نقوي مناعتنا ولحتى نتصدى لاي وباء او اي فيروس ولحتى نكون اكثر وعي للوقايه من اي اصابات وخاصه الفيروسات المستجده؟ رح نحكي ورح نناقش هذا الموضوع وكل التساؤلات يلي عم نطرحها بيننا وبين حالنا عن الاولاد خاصه مع الدكتور ظافر سلامه اخصائي اطفال. صباح الخير دكتور. صباح النور. يسعد صباحك. صباح النور. يسعد صباحك صباح دكتور. صباح. دكتور يمكن كل الامهات هن الاكثر قلقا حاليا والمفروض يمكن يكونوا اكثر قلقا. قديش اليوم نحن شفنا كثير دراسات وابحاث تشير الى انه مناعه الطفل هي قويه وقادره على مواجهة الأمراض وخصيصا مرض أمراض الأطفال وخصيصا كورونا المستجد. خلينا نتعرف أكثر عن هالمعلومات إن كانت صحيحة أو مغلوطة. هلا أكيد نحن الأطفال عندهم قدرة على مقاومة الأمراض الفيروسية كثير أكثر من الكبار، جسمهم بيتحمل فيروسات بقوة أكثر من الكبار، بس بغض النظر عن قدرتهم على التحمل فهني عندنا مشكلتين مع الأطفال. أول شيء نحن مشكلة الاختلاط الشديد عند الطفل، فهو ناقل كثير مهم للفيروس وهذا خطر على المجتمع بحد ذاته. الشيء الثاني يعني انتانات التنفسية عند الأطفال هي مختلفة الأشكال والألوان وإلى اختلاط كبير كبير على بعض الأطفال، خصوصا اللي عندهم اضطرابات مناعية، اللي عندهم مشاكل تحسسية عند الأطفال، فلازم نكون حذرين على أطفالنا أكيد. يعني ضمن هيك مشكلة عالمية واقعة بالدنيا كلها مو بس عندنا بسوريا، يعني الحمد لله بسوريا لهلأ ما في يعني ما أثبتوا إنه في إصابات، بس بغض النظر نحن بمحيط كله إصابات. نعم دكتور، يعني صار عندنا نوع من الوسواس انه لازم نحن كثير نعقم، لازم كثير نهتم، ولكن في اعراض يعني هي بالتحديد بتحدد انه هذا كورونا، مو اذا الواحد انه اذا الطفل عطس او اذا سعل او إذا شوي عنده حراره او نزلوا لوزاته او اي شيء، هل هذا الشيء يعني بيتطلب مننا انه نحن نزيد من الاجراءات حتى الوقائيه، او شو هي الاعراض يلي بتميز كورونا عن الانفلونزا العادي؟ هلا نحكي شغله، هو الكورونا هو فيروس اوكي انفلونزا نظامي تاجي مثل اي فيروس بهالدنيا موجود. هلا مشكلته اختلاطاته كثير كبيره عن الكبار، نحن ما بنحكي عن الاطفال بهيك قصه. فالفكره انه هو بيجي باعراض نفسها اعراض الفيروسات العاديه عند الاطفال، ممكن يبدا برشح، بس رشحه جاف الاغلب، سعالته جافه مو منتجه، ممكن تجي حراره كثير عاليه، وهن عام، كثير اعراضه الهضميه اقل من الفيروسات الثانيه، الفيروسات الثانيه اعراضها الهضميه كثير اكثر منه بنشوفها. نحن عم نحكي طبعا عن الاطفال، عند الكبار الموضوع بيختلف لانه في شيء حديث عن الكبار بيختلف. فنحن حتى الاعراض الهضميه هي اقل من الفيروسات الموسميه. المشكل نحن اللي وقعنا فيه نحن انه بموسم الامراض لنقول الانفلونزا الموسميه تبع السنه، فنحن هلا بهيك وضع نحن كثير صعب نقدر نميز بين فيروس كورونا والفيروس العادي. فنحن المفروض انه اذا قبلنا صار في قريب، صار في علامات رشح عند الطفل بغض النظر هو كورونا ولا غير كورونا، انه على الاقل نحن وقايه للمجتمع اللي حوالينا، وقايه لمحيطنا، لنعتبر نحن حالنا يعني الام اللي ابنها مريض تتوقع انه ابن جارتها مريض وبدها تحافظ على ابنها، المفروض احتراما للمحيط والمجتمع انه هالطفل اللي مريض اعزله شوي عن باقي الاولاد، اتركه بالبيت فتره معينه، ممكن عقم وراه شوي صغير مشان ما ينعدوا اخواته على الاقل، والخوف الاكبر على الكبار اللي موجودين بالبيت. نعم. فنحن القصه انه عند الاطفال اعراض كثير اقل من اعراض الكبار. نعم. في دراسات كثيره كانت عم تظهر بهالكم يوم، منها قالت انه الاطفال ما بينصابوا، منها قالت انه لا صار في اصابات لعدد من الاطفال ولكن شفوا، وفي كمان دراسات بتقول انه 0.2 هن فقط يلي صار في حاله وفيات بالعالم من الاطفال، وكان في اخر خبر عن طفل رضيع تونسي صابوا هذا الفيروس. فخلينا نوضح للعالم انه فعلا لازم يكون اولادهم بمنأى عن الخطر بانهم يديروا بالهم عليهم، خصيصا بفتره انه فينا نقعد فيها بالبيت، قديش القعده بالبيت بتقدر انه صدقا تحمينا من هذا المرض. هلا اول شيء نحكي شغله عند الاطفال، نحن اول شيء دراسات اللي موجوده هلا بالعالم اكثر دراسه هي يعني اثبتت مصداقيتها هي الدراسات الصينيه، فنحن الاصابات بالصين في طفل عمره 6 شهور اثبتوا اصابته نظامي وكان ناقل بامتياز. فالاصابات موجوده عند الاطفال مثلها مثل الكبار، نحن نسبتهم 10 15% بالصين اثناء الجائحه اللي كانت بالصين اللي هن سيطروا عليها.
فكان في 10-15 أطفال مصابين، فهني نسبة عادية من نسبة المجتمع كله على بعضه. صحيح. طبعا احنا عم نحكي بمعلش بس هني بالصين بذكروا أطفال تحت 20 سنة، يعني احنا ما عم نحكي 20 سنة. تمام. فنسبة الوفيات أقل شيء كانت ومراهقين، يعني أطفال ومراهقين. تمام. هني بالنسبة لهم تحت 20 سنة نسبة الوفيات كانت 2% مزبوط، يعني 2 بالألف. طبعا كتير قليلة الوفيات، كانت الوفيات أغلبها بين 10-20 سنة. كانت اغلب الوفيات او كل الوفيات عند الاطفال كان عنده مشكله مزمنه مرافقه للاصابه، امراض ثانيه يعني مثل القصورات الكلويه، افات القلب او شيء ثاني. فنحن اكيد اثبتوها. هلا المشكله عند الاطفال، هلا هون بنوقع بمشكله اكثر من الكبار، هي مشكله الاطفال انه هن بيحملوا الفيروس فتره اطول من الكبار. الاطفال بنقلوا عن طريق البراز، عن طريق اللعاب. حتى الطفل اللي صابه 6 شهور، يعني انا امبارح يعني حصريا كنت عم اقرا الدراسه تبعهم، فانه ضل 3 أسابيع بالبراز موجود الفيروس حي عنده للطفل. هذا اللي كان عمره 6 شهور اللي كان مصاب طبعا. ففكره العزل الطفل هي فكره، يعني انت عم تحمي مجتمعك، عم تحمي بيئتك، عم تحمي ابوك وامك وخالتك وعمتك وستك، ما انك عم تحمي بس ابنك. فنحن عزل الطفل بالبيت مؤقتا اثناء الاصابه هي شغله، يعني حتى خارج الاصابه طالما في وباء ماني مضطر انا اعرض ابني لاصابه، بعدين هالطفل يحمل هالفيروس يجيب لي اياه على البيت، نعلق بمشكله بالبيت من وراء انه هالكم يوم مثل هالدنيا كلها مثل هالارض ما انا عازله حالا، نقدر نعزل اولادنا شوي عن المحيط تبعنا. دكتور، كثير عم نشوف بعض الامهات قاعدين اولادهم بالبيت، ولكن خلينا نحكي عن طرق يمكن عم يستخدموها من اجل حمايه الطفل. الكحول الطبي عم يبخخوا له للطفل، هل هذا الشيء بيأذي له الانف، بيأذي له قصباته؟ التعقيم الزايد كمان ممكن يأثر على الطفل، وشو هي الطريقه الصحيحه لحتى الطفل او الام او الطفل؟ لازم اثنيناتهم اكيد هن مرتبطين ببعض، وطبعا عم نحكي ما تحت ال5 سنوات لكل الامهات، كيف فيها تحمي حالها وتحمي ابنها بقلب البيت ايضا؟ هلا هو يعني اول شيء انت ضمن البيت اذا ما عندك حدا مريض تقوي مناعتها مشان تنقلها للطفل، خاصه اول شيء نحن فكره انه اذا ما عندنا حدا مريض بالبيت فنحن بيتنا شبه محمي. شيء ثاني الغسيل مي والصابون، غسل تنظيف للولد فينا غسيل مي وصابون؟ فيك تغسل مي وصابون، شو مشكلة؟ أكثر شيء بستعمله ده المفروض تعلمي ابنك أصلا. أوكي. في كورونا ولا ما في كورونا، ابنك عم يروح على المدرسة، تعلمي أنه قبل ما تفوت على الحمام مثلا، قبل ما تاكل تغسل إيديك، بعد ما تفوت على الحمام تغسل إيديك، المفروض يتعلم الطفل يستعمل الصابون نظامي. يعني فهني أكثر شيء بيوقي هي المي والصابون، غسيل نظافة، يعني ما بدأ أكثر من هيك. أصلا أنت عايش ببيت، فبيتك هو جزيرة، منه هو الفالت على الدنيا كلها على بعضها. فإذا أنت عقمتي يعني غسلتي بالمي والصابون ونظفتي بيتك شوي صغير، إذا حدا يعني فات من برات البيت ممكن يعقم إيديه بشوية كحول، ممكن يعقم مثلا البوط، لأنه بتعرفي أكثر شيء بنقول نحن عنا هي الأجسام الصلبة. أصلا هو فيروس كورونا وزنه ثقيل فما بنتشر بقوة لبعيد، بس بيوقع على الأرض كثير، ممكن تحمليه أول ما يفوت على البيت يغير أواعي اللي جاي فيهم من برا، يغير يشلح بوطه يفوت على البيت. الكحول ما بيأذي بكميات قليلة، بس عندنا مشكلة في ناس عم تستعمل المواد الكلور بالبيت، فلاشات، هاي المواد اللي واخذة. طيب نحن بسوريا نحن 20% من او 22% من اطفال سوريا يعني عندهم حساسية. صح. فانت عم توقي ابنك من فيروس هو منه موجود ببيتك، عم تعلي مشاكل تحسسية وسعلة وتشنج عصبات، وممكن توصلي لالتهاب اذن وسطى وتحتاج تعطي له التهاب ضمن الحدود المعقولة. يعني نحن اكثر شيء بصراحة بالدنيا بعقم هي المي والصابون، يعني اكثر شيء بالدنيا بيوقي هو المي والصابون، واكثر شيء يفضل انه يضل الطفل قاعد يعني بالبيت هو وامه بالبيت. يعني هي ايام معنا كثير طويله، يعني لازم انه الطفل شوي يضل بالبيت، الام تخفف انه تسمح له يطلع. هو انا استغربت شغله يلعب مع او يندمج مع اطفال، وانا استغربت شغله انه يعني احنا وقفوا المدارس بسوريا، عطلوا هون مشان تعود العالم ببيوتها، مشان نحد من انتشار الفيروس اذا اجى على البلد. ان شاء الله ما بيجي يعني طبعا بالنهايه. هلا الاكيد انه لهاللحظه ما في حالات، ف الغريب انه بتطلعي على السوق، بتروحي على الجناين، بتروحي على الحدائق، بتلاقي العالم منتشرين. طيب انت عكس، يعني هو المطلوب هو حمايه مجتمعيه، انت مجتمع كامل، يعني انت ضمن مجتمع، فهالمجتمع كله بدك تحميه، تحمي محيطها كله على بعضه. فالقعده بالبيت معلش هي الفتره المؤقته، في كثير شغلات ممكن نعلمها لاولادنا. في صار هلا اللي عندهم مدارس عم نشوف مثلا على التربويه السوريه مثلا عم يحطوا برامج تعليميه، يقعدوا يحضروا الاطفال معلش يعلميهم يتعلموا، قريهم درسيهم،
كثير العاب ممكن تسويها بالبيت، كثير تمارين رياضه بالبيت، كله ممكن يصير بالبيت. نعم. هي فتره مؤقته يعني، بس الواحد انت عم تحمي مجتمع كامل يعني. يعني انا مستغرب هالقصه انه انت مجتمعك كله عم تحميه وما قدراني تحطي اولادك تحميهم ببيت. انا عم اذكر كلمه انه هو شخص اناني بهالوقت يلي صدقا بيطلع برا المنزل لبلا هدف، اذا ما عنده شغل واذا ما عنده عمل وبيطالع اطفاله، لانه هو ما عم يفكر بالمجتمع، عم يفكر بس بحاله، حتى ما عم يفكر بحاله. اكيد امبارح بفرنسا عملوا حظر تجول نظامي، يعني هلا ممنوع تطلع بفرنسا. انا امبارح كنت عم احكي مع اصدقائي بفرنسا، يعني ممنوع الا بده يكون معك تصريح، مع انه هو طبيب بالمناسبه، انه بده يكون معك تصريح لتمشي بالشارع. انت عم تحمي مجتمعك كله. نعم. مجتمع كامل يعني، بجوز لا سمح الله انت تطلعي تحملي هالفيروس، تجيبي عندك حدا كبير بالعمر بالبيت. وطبعا هو اكيد عزيز، احنا كل شيء قلنا هو عزيز علينا، يعني ابونا ولا امنا ولا ستنا كلهم عزيزين علينا، تنقلوا هالفيروس اذا لا سمح الله اجى على البلد، وبالنهايه انت عم تاذي شخص بتعزيه كثير، يعني ما تخيلي، والكارثه تخيلي اللي بتصير بعدين. نعم. دكتور، في طرق كثيرة يمكن للوقاية من النظافة والتعقيم والعزل يلي حكينا عنه، والجلوس في منازلنا بهالفترة، لكن أيضا للتغذية حصة كبيرة. خلينا نحكي شوي بموضوع الغذاء الصحي للطفل والأغذية يلي هي ممكن ترفع مناعة أطفالنا. هلا أكيد أول شيء نحكي شغلة، نحن الجسم السليم له قدرة على المقاومة هائلة جدا، يعني إذا جسمك سليم بنيانه سليم فبقاوم. هلا اغلب الوفيات او الحقيقه ما في غير وفيات هن اللي عندهم مشاكل بجسمهم ضعيفين، فتغذيه الطفل، عدد ساعات النوم الكافي للطفل، هذا كله بيحفز له جسمه، بيقوي له جسمه، بده يقاوم الفيروس. اما طالما ابنك ما عم ينام عدد ساعات كافي، تغذيته فاشله، فهذا بده يؤدي لهالشيء. في كثير اغذيه بتعزز مناعه الجسم، هي الخضره والفواكه اللي فيها فيتامين سي بكميات عاليه جدا، لنقول العسل اذا متوفر كمان بيقوي مناعه الجسم، مثل العكبر اللي عم نستعمله صرنا. يا اخي طالما عسل عندك بيعطي طاقه، بيعطي مناعه. النظام الغذائي متوازن، الابتعاد عن الاغذيه المحضره خارجيا لسببين. اول سبب لانه هي اصلا بتعرف التحضير الخارجي مشاكل كثير كبيره. الشيء الثاني ما بنعرف فين محضره وشو عنده اصابات، يعني كمان هي شغله كثير مهمه. عم تلاقي الاولاد ماشيين ماسكين اكلات ثلاث ارباعها مكشوف، الحمد لله انه الصحه والمحافظه عم يحاربوا هالشيء، بس بغض النظر يعني انت كمان عم شو الاكل اللي عم تجيبيه، منين مصدره، مين بيشتغل فيه، مين معبي لك اياه، شلون مغلف لك اياه، كله هذا بيلعب دور. فحافظي على تغذيه متوازنه بدون المنزل، ولك شلون جسمك بيقوى وجسم اولادك بيقوى، مقاومتهم بتقوى، بشرتهم بتصير نضرة اكثر. يعني التغذيه سوريا غنيه بالخضار والفواكه اللي هلا موسمها، يعني هلا موسمها يعني تماما. هلا موسم. دكتور، بالختام بدنا اكيد نرجع نذكر ونطلب من الناس وخاصه الامهات، رجاء خلوا اولادكم بالبيت هي الفتره، خلوكم شوي بيتوتيين، ما تطلعوهم برات البيت، وخاصه اذا طفل عنده مراجعه للطبيب كمان بدنا نتمنى من الاطباء انه يحطوا مواعيد، ومن الام انها تلتزم بالمواعيد مشان يكون قليل التجمعات بعياده الطبيب اذا لزم الامر. نشكرك كثير دكتور، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور وللمعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم، وصدقا نتمنى من كل الناس انه هن يتقيدوا بهي التعليمات. ليا